هيئة مترو الأنفاق عملت كارت جديد عشان يريحك من زحمة طوابير تذاكر المترو. من دلوقتي خلاص هتقدر تطلع الكارت ده بكل سهولة. ايه حكاية الكارت ده بقى؟ حسب المصري اليوم الكارت ده ممكن تشحنه بمجموعة من التذاكر، وده سعره 25 جنيه لأول مرة. انت كمان ممكن تشحنه بأي مبلغ بداية من 10 جنيه لحد 200 جنيه. الكارت ده بيكون لحامله، يعني من غير اسم، وبكده ممكن يستخدمه أكتر من شخص. انت كمان ممكن تشحن نفس الكارت الذكي ده لتذاكر المترو أكتر من مرة في حالة انه سليم، لأن صلاحيته بتمتد لخمس سنين. يعني لما يخلص رصيد الكارت ممكن تشحنه تاني من محطة المترو بكل سهولة. الكارت ده ممكن تشتريه من كل محطات المترو في الخطوط الثلاثة، وقيمة التذاكر في الكارت الذكي في نفس قيمة تذاكر المترو من الشباك عشان ما تفكرش انها ارخص. بس استنى، في بعض الفئات اللي مش بتدفع اي فلوس في تذكرة المترو وبيركبوا ببلاش. مين الاشخاص دول بقى؟ هم اللي سنهم فوق السبعين او عندهم اعاقة سواء كانوا كبار او صغيرين. كمان الموظفين اللي عندهم بعض الحالات الصحية بشرط انهم يثبتوا ده بتقارير طبية. قولنا بقى دلوقتي ايه رأيك في كارت المترو الجديد؟